ما تيجي تقول لحد تعالى نعمل خطة استراتيجية استراتيجيك بلان، يتخض يحس ان هو داخل على موضوع كبير جدا. تيجي تقول لها او تقول له ده موضوع بسيط نعمله، فيحس ان هو كبير جدا، بالذات لو كان قرا فيه شوية ايه المكونات وايه الحكاية وتعمل استراتيجيك بلان ازاي. الموضوع بسيط جدا، هحكي لك حكاية تعرفك ايه مكونات الاستراتيجيك بلان، الخطة الاستراتيجية، بحيث دايما طول ما انت فاكر الحكاية دي عمرك ما تنسى مكونات الخطة الاستراتيجية، وكمان تستفيد منها لما تقابلك قصص شبه كده تاني، تعرف ازاي ده كان استراتيجيك بلاننج، ازاي ده كان تخطيط استراتيجي. هتلاقي نفسك او نفسك بتعملوا استراتيجيك بلاننج تقريبا كل يوم واحنا مش عارفين. تعالوا اقول لكم ايه القصه ونعرف نتعرف مع بعض على مكونات التخطيط الاستراتيجي. يلا بينا نشوف مع بعض. ازيكم، عاملين ايه؟ انا حسن المراغي وانت بتتفرج على ديجيتال ماركتنج لابس. خص باختصار، واحد بيعمل سفاري ماشي في الصحراء ومعاه مجموعه من الناس، مجموعه من اصدقائه، وهم ماشيين بيعدوا. كانت الارض ممهده وجميله، وبعدين بدات الارض تتغير والطبيعه الجغرافيه بتاعت المكان، يدخلوا في مكان طبيعته الجغرافيه مختلفه، فلقى نفسه في موقف صعب. ايه الموقف الصعب؟ ان هو ماشي لقى فيه على يمينه نهر او ستريم، او يعني نهر صغير، ستريم ده اللي هو ريفر، نهر صغير يعني. الارض اللي قدامه، الصحراء الفاضيه اللي قدامه دي، فيها بقى اشجار ميته، فيها صبار، فيها بسامع صوت ديابه ذئاب ايوه بالذين، شايف عقارب، يعني في الموضوع خطر جدا عليه وعلى الناس اللي معاه. الميه ماشيه قدامه، الناحيه الثانيه من النهر في مجموعه من الجبال الصخريه، علشان يعدي الجبال الصخريه دي تاخد وقت طويل جدا، ولازم يتسلقها ويعديها، وهو عايز يوصل بر الامان، عايز يعدي الناحيه الثانيه، بس مش عايز يعدي الناحيه الثانيه بس، هو عايز يعدي الناحيه الثانيه قبل بالليل عشان الدنيا ما تليلش عليه. ولو عدى الارض الواسعه دي، المساحه الواسعه اللي قدامه اللي فيها الصبار والكلام ده، وعداه يبقى وصل الى بر الامان. طيب يعمل ايه؟ فقعد يفكر يعمل ايه، فبص شماله كده لقى ان الصحراء دي خطر جدا عليه وعلى الناس اللي معاه. لما يعدي الميه، الناس اللي محت في منهم ناس ما بتعرفش تعوم كويس، بس ممكن يعدوا الميه، وان الجبال دي تاخد منه وقت كتير جدا وبرضه هتبقى خطر جدا. فبص حواليه او بصت حواليها، فلقيت ان هم لو خدوا النهر هيتفادوا المخاطر اللي هنا دي، هيمشوا هيتحركوا فيه بسرعة وهيتفادوا المخاطر بتاعة الجبال والوقت الطويل جدا اللي هي ممكن تاخده. فلما يجي ياخد النهر عشان يمشي على النهر، طيب هو الناس دي ما بتعرفش تعوم، وبرضه بقى النهر هيبقى بالنسبة لهم مش امان، طيب يعدي ازاي؟ ففكروا ان هم يبنوا مركب من الخشب بتاع الاشجار الميتة اللي موجودة حواليهم. فبنوا المركب، ومش مركب يعني، خلينا نقول ما مش مركب عشان بس ما بقاش خيالنا واسع قوي، مع ان هي قصه خياليه، ولكن مش مركب يعني، زي حاجه زي اللي انت بتشوفها في الافلام كده بيقولوا عليها رافت كده، اللي هو ايه، مجموعه خشب كده متلصمه مع بعضه ومجداف وكلام زي كده. وراحوا عدوا الميه ووصلوا للناحيه الثانيه. القصه البسيطه جدا دي، ده كان فيها كل مكونات التخطيط الاستراتيجي. ازاي؟ اقول لك ازاي. هو اول حاجه كان هدفه الرئيسي، المين جول بتاعه او الهدف الرئيسي بتاعه، ان هو يعدي الى بر الامان، وده هدف عالي وواسع وجميل يعني. واللي اتفرج معانا على حاجات او اللي خد معانا تدريب ليه علاقه بالتخطيط الاستراتيجي يفهم ليه بنقول هدف واسع. عشان يعدي لبر الامان ده، فشاف ايه الاختيارات وبدا يقرر، طب انا عايز اعدي لبر الامان، فبدا يحط مواصفات لبر الامان ده، للتعديه دي. فقال لا، طب انا عايز اعدي قبل بالليل، عايز اعدي الثلاثة او الاربعة كيلو اللي قدامي دول في قبل بالليل، عايز اعديهم وانا في امان، مع الناس اللي معايا ما بتعرفش تعوم، وعديهم في اسرع وقت ممكن قبل ما الدنيا تليل عليا. فحط شوية مواصفات هيعمل كده ازاي، الغاية بتاعته ايه. اي خطة استراتيجية ليها اربع مكونات رئيسيين، ليها مكونات تانية وده موضوع تاني نتكلم عليه في وقت تاني، ولكن في اربع مكونات رئيسيين، وهما بالترتيب ده: goals, strategy, objective وtactics، او الهدف وبالاستراتيجية والغاية والتاكتكس او التكتيكات. تعال ناخد حته كده، ايه الهدف هنا في الخطه دي؟ الهدف تعريفه، وده تعريف مهم جدا، هو النتيجه المرجوه والاخيره، هو النتيجه المرجوه والاخيره.
التي تريد تحقيقها؟ هي أعلى نقطة عايز تحققها؟ إيه أعلى هدف عنده؟ فكان أعلى هدف عنده إنه هو يعدي البر الأمان. وبيقول على الجول دايما إنه هو عادة واسع وطويل وطويل الأجل. طيب لما بدأ يبص حواليه يعدي في الأرض الواسعة دي، ولا ياخد اللي هي فيها الصبار والكلام ده، ولا ياخد النهر، ولا يعدي من فوق الجبال وياخد وقت طويل جدا، فاختار النهر. ده إيه؟ دي الاستراتيجي. ايه هي الاستراتيجي؟ النهج الذي تتخذه لتحقيق الهدف، النهج الذي تتخذه لتحقيق الهدف. وهلخصهم لك في الاخر كلهم بالانجليزي برضو للناس اللي حابب عندها فوكابلري انجليزي وهو بيدور وهو بيذاكر او حابب يسمع الكلام بالانجليش اكتر. يعني هيعدي بقى النهر. طيب ايه بقى مواصفات تعديه النهر دي؟ ايه طريقه تعديه النهر دي؟ فقال لا، طب انا عايز بقى اعدي النهر ده، فشاف بقى ان النهر ده 3 كيلو، هيعديه في الوقت الفلاني، وهكذا. طبق عليه الخمس مواصفات بنقول عليهم سمارت كرايتيريا اوف ذا اوبجكتيف، من كلمه سمارت اللي هم specific وmeasurable ورياليستيك واتشيفبل وتايملي، وهم ايه بالعربي بقى؟ محدد، قابل للقياس، يمكن تحقيقه، واقعي ومحدد بوقت. محدد سبيسيفيك، محدد حاجه محدد، عايز تعمل ايه؟ تستخدم النهر عشان اوصل بيه لبر الامان. خلي بالكم الاوبجكتيف هنا مربوط على الاستراتيجي، والاستراتيجي مربوط على الجول، هما بالترتيب ده ومش بترتيب تاني، واحنا ما اخترعناش الترتيب ده. قابل للقياس، قابل للقياس لان هو عايز يعدي النهر. قلنا ان هم مسافه المكان ده 3 كيلو، او مسافه المساحه اللي هيعديها دي 3 كيلو، وعايز يعديها قبل بالليل. فلو في اي نقطه عايز يقيس هيشوف هو مشي قد ايه وعدى من الوقت قد ايه، فده قابل للقياس. يمكن تحقيقه، لان هو يمكن تحقيقه ازاي بقى؟ لا، ان هو يمكن تحقيقه ان هو بص حواليه، لا حواليه الادوات، يقدر ان هو مع الخشب مثلا، او يقدر ياخد الخشب الناشف ده او الشجر ده يستخدمه، الناس اللي معاه تقدر تقطعه، معاه حبال، معاه مسامير، ايا كان الادوات اللي كانت معاه اللي هتخليه يقدر ان هو يعمل المركب ويعدي النهر. تمام، واقعي لان هو مش طيران، يعني ما هو ما قالش مثلا انا عايز اعدي 3 كيلو دول في 5 دقايق ومعايا الخمس بني ادمين دول. محدد بوقت، حددوا بوقت. فدول من الخمس كرايتيريا، دول الخمس كرايتيريا في المواصفات الخمسه. طب ايه تعريف الغايه؟ تحدد الاجراءات المحدده القابله للقياس التي يجب اتخاذها لتحقيق الاستراتيجي. فيبقى هنا الاوبجكتيف بيخدم الاستراتيجي، والجول هو النتيجه النهائيه، مفيش لخبطه ما بينهم بقى. وبعدين اخر حاجه خالص بقى كانت التاكتكس. التاكتكس دي الاداه اللي هو استخدمها، الاداه اللي استخدمها عشان يعدي النار، اللي هي ايه؟ اللي هي المركب اللي هو استخدمها علشان يعدي النار. فايه تعريف التاكتكس؟ فيبقى هي اداه تستخدمها في السعي لتحقيق الغايه اللي هي مربوطه بالاستراتيجيه. لو الموضوع ده مهم بالنسبه لك علشان كتابه المحتوى، احنا عندنا لايف يوم السبت الساعه 7:30 بيتكلم على كتابه المحتوى، عشان تبدا حالا دلوقتي، ما تستناش لغايه لما تاخد كورس او تقرا كتاب او كذا، تبدا حالا. ازاي؟ اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات وهنتكلم بقيته يوم السبت. ادخل دوس على اللايف، هيبقى لسه ما بداش، هتسيت ريمايندر او فكر، يعني في زرار تحت كده مكتوب عليه سيت ريمايندر، تدوس عليه هيفكرك ميعاد اللايف قبل ما يطلع. دول الاربع مكونات بتوع اي خطه استراتيجيه. خليك فاكر القصه اللي احنا حكيناها، لو انت عايز تفهم الاستراتيجيه او الخطه الاستراتيجيه علشان تسويق محتوى او كتابه محتوى، معانا الفيديوهات دي ممكن تتفرج عليها وهتبقى مفيده جدا بالنسبه لك. ولو انت بتعمل كده عشان بتبدا البيزنس الخاص بتاعك، اتفرج معانا برضو على الفيديوهات دي، مفاهيم تسوق للبيزنس بتاعك ازاي. وكمان احنا في الحلقات الجايه في المستقبل هنتكلم على فكره تبدا بيزنس جديد. بزنس جديد ازاي؟ لو عندكم اي اسئله اشوفكم نشوفها في التعليقات، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس. لو في مواضيع عايزيننا نتكلم عليها يا ريت تقولوا لنا. واقول لكم شكرا لحسن استماعكم، واشوفكم المره اللي جايه.